خلونا اعطونا سوالف صدقيه هذا خلوا هاي جن يقول لك ثلاثه اخويا كلهم ماسكين طريق غير المسلمين. طريق ايش؟ غير المسلمين يعني مخربين يعني ها؟ مكة. لا لا طريق يعني ما هو بالطريق الصحيح، طريق غير صحيح، طريق الهلاك ومخدرات ولا لبلانا يكفينا بلاها وشرها. اللهم امين. فالمهم انقطعوا الريجي يدورون فلوس يدورون شيء يدورون اللي يدفهم ما لقوا. قالوا ايش لازم؟ نلقى نحل. الحين يبغون حق روسهم ما لقوا فلوس. وذولي ما يعطونا الا خشم الريال. فالمهم انهم طالعين يدوجون الشوارع مروا على قطر البنك لينهم يشوفون شايب من جماعتهم طالع من البنك. تعين وش الشايب ذا وش اظهر من البنك وش عنده؟ قال واحد منهم قال البارح شفته في سوق الغنم سوق الحلال بايع له جلب. واكيد ان الرجال مع الدراهم ذلحين. قال السواق قال بنوقفه بنوقف عنده بنوديه للمكان اللي يبيه. فالمهم وقف الشايب لا يسوق ولا مع سياره وبيته بعيد عن البنك ما غير يشتري معه خط. فارتسبوه معهم مشوا. وش عندك في البنك وش ما عندك وش؟ قام غير فواتير نسددها وغير يعاني في السواق. قال الا ما معك فلوس؟ ايوه ما معك دراهم؟ قال ما عندي دراهم انا عندي ولا حاجه ولا. يبغى يصرفهم باللي هي هو مركب معهم الا يبغى يصل لبيته وهم نشبوا يبغون الدراهم. يبغون الدراهم يبغون الدراهم. حصلت البركة. لا كيف يترقص المريض؟ عشر عشر كيف يترقص؟ ما ينقص ذا؟ حطها لا لا ايه بس بس نقص نقص. ف عبد الله حافظ عبد الله ف ركب معاهم يبغاهم يدونه بينشبون له بياخذون دراهم. فصملوا عليه صملوا عليه وهم يدرون معه دراهم. رجع بايع له حلال البارح دارين مع دراهم. فما اعطاهم وجه يلزم السواق مع سكين ويطعن العود لان كيس فيه دراهم في جيبه ياخذ الكيس ويفتح الباب ينطل العود مع الباب. اخوانه اخوياه الاثنين راكبين ورا علامك ليه تسوي معي زي كذا وليه احنا ما قلنا بنضربه ولا بنذبحه احنا لو هو يعطينا دراهم بس حق اللي يمشينا. قال انتم شفتوا عيه يقول ما معي شيء لازم اني اخذ الدراهم ذي بيوسيل لو كان ذبح. الله الله قبت بينهم. قال واحد من اخوياه والله لا بلغ فيك والله لا اعلم والله لا اسوي والله لا افعل. فالرجال قال بس اخوياي بيبيرون فيني وبيبلغون علي باكله واحد صفر. واحد من اخوياه شادها بالحيل فوقف الموتر وينزل وهده هو اخوياه وهي تقب بينهم. عبد الله فناجيل عين انتهى فناجيل ولا شيء. اقول الكاسات الكاسات هيا عدل انا اول حط السكر حطه ما مدي ها لا عشان يجي الوزن مزبوط. فانزلوا وتهادوا الثلاثه الاثنين ذولا على السواق ويطعن واحد منهم اللي شادها بالحيل ويطعن لين الطايح وغرقان في دمه يلزم الثاني وضربه وكسره ما ذبحه كسر بس ما جاه لا طعون ولا شيء. اما العود اذا طعنهم لعب فيهم فخلاهم بمكانهم وهج ويمشي يمشي يمشي يمشي. طلع من المدينة اللي هو فيها وقف في مدينة ثانية على جال الخط وثره موقف عند شبك المطار والرجال ما يدري ان ذا شبك المطار. وقف ورقد يوم جاء آخر الليل لا اللي يقبع اقزاز حق السيارة توك 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 يقول تعين لا يشوف الونان حق السيارة. الله علم خير وش علم وش علم ما سويت شيء وش فيه؟ قال حنا خبرين انك ما سويت شيء لكن هذا مكان ممنوع انك توقف فيه وانت موقف موترك عند شبك المطار. قال ذا شبك المطار قالي وهو يفكر قال انا ليش ما سافر انا وصلت المطار ليش ما اسافر واطلع من الديرة ذي واطلع من الدولة اللي انا فيها كلها مرة واحدة وانفط من الشر ومن الغثاء ومن. راح المكتب حق حجز طيران يبغى يحجز. جاء قال ابغى اسافر. قال انت تبغى تسافر؟ قال اي مكان. قال كيف اي مكان؟ وش تبي؟ انت تبغى طبيعه؟ تبغى
بحر بحر تبغى وش تبي؟ تبغى مدن وسياحة؟ قال أبغى ديرة ما فيها مسلم. تعين ذا حق مكتب ديرة رجل عشورة. قال أي مكان حتى لو كان ما حد يجي، قال ودني لمكان ما حد زجاه ولا شيء. قال تبغى تروح فيرشينغا؟ ما أدري فيرشينغا دولة اسمها غريب. سريلانكا. لا فيرشينغا ما أدري أحد. المهم قال لي أبغى أروح لها. هذا راعي المكتب قال لي زي كذا. وهذا يشبك معه قال لي أبغى أروح لها. قال خلاص. وي وش هي؟ ديرة اسمها فيرشينغا أو فيرشينغا زي كذا. أيوه. قال خلاص ودني لها. هات الحجز كم الحجز كم الطيران كم تذاكر؟ الرجال لقى مع العود 25,000 قيمة حاله اللي باعه، والتذاكر قيمتها 12,000 وعليها من السعودية على البحرين، من البحرين على مدري وين، من الدولة الثالثة ذي على فيرشينغا. فوصل فيرشينغا وطلع لقى عالم لا يعرف، لا يهرج معهم ولا يهرجون، لا عربي ولا يفهمون حاجة. يبغى يتواصل معهم ما يعرف يتواصل معهم، من غير يشتر لهم كان أكل ولا شرب ولا يشتر ويشتر. فالمهم على ذا الإشارة خلص الدراهم الرجال. أول ما جاء سكن في منطقة فيها عالم وفيها نهضة وفيها، وبعد ما غلق الدراهم بس عاني سيف الشوارع. بس حيب شوي أنت سكر. لا لتر لتر يا رجال حيب شوي عاني سيف الشوارع، يرقد على الرصيف، يرقد في الشارع، والهواء يهبه والبرد يهبه. سالفة بعد سالفة المهم ذبح على الجوع ما يدري ايش يسوي. مغريدي يشتري لهم اكل شرب اكل يعطون الاكل اللي زايد من اكلهم والشيء اللي زايد منهم يعطون. لقى له عرب يتشغلون. هذه المنطقة المدينة اللي هو فيها ساحلية على الساحل، يروحون يصطادون سمك يجيبون للسوق يبيعون يشترون يبيعون. عاد الدولة ذي ما هي بإسلامية ما فيها مسلمين، فالرجال حالته زفت ما عاد يقدر يأكمل، لأنه يشوف ناس يروحون يم معبد ولا كنيسة هو يرحبهم يلقى عندهم عيش سمك بايت قل له 3 أيام 4 أيام ما حد باع في السوق، يجيبونه يحطونه في الكنيسة ويأكلون من العالم الفقراء اللي ما عندهم شيء. أوهي معاني يأكل منه يجلس على الموال يمكن 6 أشهر ولا 5 أشهر على هذا الموضوع. يروح للكنيسة ويلقى الأكل الزايد، يلقى الأكل اللي يدوبك مبطي يأكل معهم يسد جوعه. فالمهم شافوه هل الديرة وهل المكان اللي هو فيه، استغرب الرجال شكله ما هو من ما هو بنفس أشكالهم وغريب. جاء واحد يعرف يتكلم عربي. يا غريب كان عديب ولا ما شاء الله. لا ما له دخل. جاء واحد يتكلم عربي مكسر. وش عندك؟ قال أنا جاي هنا أبغى أغير جو وأبغى أعيش وأتجر. قال خلاص أنا عندي محل بشغلك فيه حمار. حمار؟ حمار. حمار. إيه هذا عنده محل حق أسماك تحمل من البحر تجي بي عندي في المحل وأعطيك عليها مبلغ وقدر اللي يسد حاجتك. قال خلاص تم. يشتغل عنده حول السنة. زاد بعدين جابينه هو رئيس هذا اللي في الشغل مشكلة وطلت. الحين الرجال عارف الشغل كيف. يحملون سمك من البحر يودونه للسوق يبيعونه عندهم محل. فالمهم يوم طرده عود عند البحارة ذولي عند هل السمك واشتغل معهم. معانا في يوم من الأيام على وقت صلاة الظهر زي كذا. جالس على الشاطي ويتعين في السماء لين في واحد هناك يصلي يركع ويسجد. تعين فيه الرجال واحد يصلي هنا اول مره يشوف واحد يصلي يصلي من هو ذا؟ خلاه لين خلص صلاته وراح له. يا ولد انت من انت وش علمك وش؟ طلع ذا يتكلم عربي. قال والله حنا قدنا فتره هنا في المنطقه ذي، حنا قد عشنا ما ادري وين، واهلنا جدودنا كانوا في الدول العربية عندهم يعني خبرة، كانوا في الهند وكانوا أشكالهم غريبة لا هي بأشكال عرب ولا هي بأشكال الدول هذي. المهم تعرف عليه ومسكت معه صحبة قال هياك معي أنا عندي ربع هنا يمكن حوالي 1000 شخص. الهند عربي؟ لا بس فيه ناس يتكلم عربي.
مسلمين وكذا. فالمهم قال هياك معي وراح معه. لقى له عربين مسلمين يتكلمون عربي مكسر عاش معهم. وشاف الرجال وثقوا فيه واستأمنوه. قال حنا بنزوجك. مثلا؟ قال تدرون كرامة. زوجوه. جاء له عيال 3 أو 4. عاش يمكن 22 سنة. اللي هو أخذ كافرة؟ لا مسلمة من المسلمين ذا العرب المسلمين. اللي لقى واحدة منهم. هذول عندهم كل سنة يروحون للدولة أهلهم فيها. كل عيد يروحون يعيدون عليهم. والعيد الثاني ذوليك يجون عندهم في المنطقة حقتهم. على ذا المواء. كل ما قال أخونا قال ما يبرح معكم أنا مشغول يتعذر بالسد. قال لهم عنده شيء. ما يبغى الناس يعرفونه ولا يبغون يعرفون شو قصته وش سالفته. شو يقول قاعد عند مرته؟ لا مرته تروح مع أهلها. عند ربعها وجماعتها وأهلها اللي هنا في الدولة الثانية. كل سنة يروحون ذولي والسنة بعدها ذوليك يجون هني. فأحلفوا عليه يمكن بعد 23 سنة ولا 24 سنة. قال يا ولد كل ما جيناك تعذر بنا للحين نبغاك تخلينا. قال خلاص بخليكم. فراح معاهم المكان اللي هم فيه. راحوا صلاة العيد يبغون يصلون العيد. المسجد حق صلاة العيد مع جنب السفارة السعودية. جنب السفارة؟ جنب السفارة في المنطقة اللي عند ذولي. يوم شاف السفارة ويحن قلبه. السفارة السعودية يحن قلبه ويتذكر أهله ويتذكر ديرته ويتذكر. يلم فيه ضابط طالع من السفارة وهو ينصح السلام عليكم. يقول سلام سعودي هنا وش عنده؟ قال أنا لو أطلق طلب تلبيه لي؟ قال لي قال فيه واحد في السعودية أبغى أكلمه اسمه فلان بفلان بفلان. اللي من هو؟ اللي ضرب أخويه اللي ضربه أكسر ما أذبح. قال خلاص بكرة تجيني وأعطيك الرقم. راح ذا حق السفارة هو جاب الرقم أعطاه الرجال وهو يدق عليه السلام عليكم كيف الحال؟ أخوي عرف صوته. حلو أمك يا ولد أنت وينك؟ أنت قطعت عنا أنت وين رحت؟ أنت وين وش أمورك؟ وش دنياك؟ وش سويت؟ لا والله أنا بعد ما صار اللي صار شديت وطلعت من منطقة عني في الدولة الفلانية. قال أنت وش علمك؟ قال أنا ذابح إذا تبيني أعود للسعودية والله ماني معود لو كان على قصر قبتي. قال يا رجال العرب الشايب اللي طعنته ما مات حي والثاني ما مات حيين كلهم كلهم حيين اخو العيال انا على نفسي. يوم طعنته جاء فيه اصابات قويه وبلغه ودوه المستشفى وخذ فيه فتره وطلع وزاد اولفه عليه ربعك وابوك واخوانك هو كم صالح من ثاني يوم واصلحوا من الاسبوع الاول مدري الاسبوع الثاني. واخويك الثاني نفس الوضع انت هم معهم ريدي لا حد مات ولا شيء وانت ضحكت على عمرك وانت لعبت على عمرك وانت ويقوم. قال بشرني عن أهلي بشرني عن أبوي بشرني عن أمي وعن إخواني. قال أمك وأبوك يطلبونك البيح لحول ولا قوة الله. إخوانك مدري من هم توفى من إخوان والربع واللي توفى واللي عايش لكن أنت تعال هو يحجز قادم على كيف أران السنين كلها هو يحسب إنه السنين كلها يحسب إنه ذبح ويحسب إنه العرب ماتوا خاصة من أول أسبوع إيه خايف من لجهنه إنهم بيذبحونه ولا وهو ما جاء ولا شيء. فالمهم جاء الرجال السعودي يوم جاء عند بيتهم اللي كان بيتهم ذا لأن البيت منهد قديم وما في أحد ومتكسر بيبان أو متكسر جدران وما بوه لأحد اللي حاطين قدام البيت محلات تجارية بتحط زنجبيل صب لي الاول لا لا ما في والله ما في شيء هذا صب لي ابو عايض زنجبيل يحرق ابو عايض هذه نفس صب لي تدري هذه نفس ايش دقيقه باقي ما خلصت السالفه نفس بس ما بسالفه نفس اللي صار ايش اسمه نفس اللي راح له هو اللي راح للشرق وصارت عليه قضيه زنجبيل واجد ضحك تحط زنجبيل ترى ما هو بسلم يا ولد المهم انا عند البيت ذا وعند مكان اموره ومكان ابوه ومكان ويديه ولد أخوه ما يدري من هو. قال وين هالبيت ذا وين العربان؟ قال هالبيت ذا راحوا شدوا ولا بأحد واللي توفى واللي حي واللي والمحلات ذي من هي؟ قال لأبوي. وذا من هو؟ قال هذا جدي بيت جدي. قال دق على أبوك
قول به رجال يبغى يقابلك يبغى يواك موضوع. دق على ابوه قال في رجال هنا يبيك، ما اعرفه ما ادري ما. قال لا تعالني به البيت. يركب معه ويروحون البيت. قال ذاك القصر لذا الحياه لذا الدنيا. ويدخل على ابوه على اخوه. السلام عليكم. ما اعرفه. ايوه ارحب ارحب. وسلم عليه ما عرفتني. الشاعر ذا اخوه زي تسيب على عكازه ظهره منحني ما عرفتني. انا فلان. ارحب يا فلان. ويرحب به ويهلي به. انت وين رحت؟ انت وش علمك؟ انت وين؟ الا لا فيه قال انا السالفه اللي جت ورحت وعشت في دوله ما ادري شو اسمها وعشت معاهم وتزوجت وكونت حياه هناك وكونت اسره وكونت تجاره وكونت. قال هذا الحين مرحبا بك، روح جيب اهلك من هنا وجيب عيالك واهت امورك هناك ودراهمك اللي في شغلك هناك جيبها عندنا في السعوديه هنا واشتغل معك. قال لا والله بدا ماني بعد جايكم فعلا. الا زيارات خفيفه، انا عندي تجاره هناك وعندي اموال وعيالي هناك وانثى هناك. صار مغري يزاور هله في السنه مره ولا مرتين في الاعياد زين في المناسبات ويعود على منطقته ذيك. عطرها السوالف والخراب الله يكفينا شرك والله انها سالفه ما فيها حيله لكن اطول مسافه من كلثوم. هذه الله يعطيك العافيه. هذه نفس طويله ابو عاير. احيانا بعض المواقف تتخذ فيها تصرف تندم عليها حياتك كلها. تدري شو ودي هذه ابو عاير هذه نفس